حصل حدث يا جماعه مهم جدا، انا بشوفه من الاحداث الهامه جدا، والحقيقه كان يعني هو خد اهتمام، بس انا كنت حاطه في حته تانية، لانه مش كل يوم بيجي لك شخصيه سيليبرتي كده، شخصيه بشهره وقيمه واحد زبيب جراديولا، لما يجي يزور مصر بفطنه شركه راعيه رأت إن هذه الزيارة الأسرية التي أراد لها صاحب الشأن جراديولي أن تظل في نطاق الاستمتاع الأسري، ولكنه أيضا حدث ترويج رياضي سياحي بيشاور على حاجات كتير جدا. كان أثيرة جراديولا قال جراديولا عاد، ولكن احنا هنقعد نتكاهل ليه؟ ما نسأل أصحاب الشأن والشجاعة والفطنة اللي عملوا هذا الايفنت وجابوا لنا بوب جراديولا. معانا على التليفون الاستاذ صلاح عتريس منظم هذه الرحله، يكلمنا ايه تصوره واهدافه وهل حققت هذه الزياره اهدافها، والى اي مدى كان يمكن تطوير هذه الاهداف وهتتكرر ولا لا. صلاح بيه، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، مع الباشا زي حضرتك يا فندم. والله انا قلت ايه، ما اقعدش اقرا من على المواقع واتكلم، ولا اخد من لسان غيري واتكلم، انا عايز الحقيقه، لان انا عارف ان بيبقى في حقوق تجاريه لمثل هذه الزيارات، صح ولا غلط؟ والحقيقه الواحد بيتكلم مع اعلامي محترف، فده بيوفر عليه مجهود كبير. شوف بدايه كلام حضرتك، حقوق لازم نعترف بيها، عقود ممضيه لازم ناخد بالنا منها، فمش عايزين نخرج خارج هذا الاطار. انا رجل سياحه ولا رجل رياضي، ماشي؟ فانا صاحب شركه سياحه، بعمل في المجال اكثر من 30 سنه، اوكي؟ يعني حضرتك في المجال السياحي؟ اه يا فندم، انا صاحب شركه سياحه ألسن وعضو في عموم. الصوت بيقطع يا رب، حضرتك تتحرك يمين شمال كده لحد ما نظبط مع بعض. تحت امرك، لأن حديثك هيبقى مهم. مهم وله دلالات كثيرة يعني في الحقوق الرياضية والتسويقية، اتفضل. والله مجرد ما عرفت إن في شخصية عالمية رياضية هامة زي بيب جوارديولا، قعدت دلوقتي أنا والطف عندي في الشركة لأكثر شهرين متتاليين علشان نقدم منتج سياحي محترم يحترمه العالم ويقدره وينظر إليه بنظرة، ماشي، تكون على مستوى حضاره مصر وتاريخها، ماشي. فعرفنا ان في بلد منافسه عايزه تاخد الزياره دي، فعكفنا واشتغل لينا بكل ما هو موجود ومتاح في حضارتنا المصريه من خلال عملنا وخبراتنا في المجال، وقدرنا نقدم برنامج جاذب جدا للراجل، ماشي، اقنعه. والحقيقه مصر زي ما بقول دايما مهد الحضارات وما بنبدأش، وبلد النادي الاهلي ما ننساش، ما احنا يعني على خط الاهلي قادر نقيم اللي يعني حتى بتتكلم فيه. يعني انت ترى ان هناك ربط بين هذا التصور وفكره النادي الاهلي وما يفعله النادي الاهلي؟ هو الاهلي مش فريق عالمي، انا اخطر من عندي. الاهلي مش هو قاعد ريال مدريد ولعب برشلونه ولعب روما، ماشي، فاكيد لا. صلاح بيه، الكلام ده مهم، يمين شمال يعمل معروف الصوت، انا عايز الناس تسمع، لان انا برضو ما حبيتش اقعد اقول وجراديولا قال وجاب سيره الاهلي، انا عايز اسمع منك انت. احنا على الهوا ولا لسه؟ احنا على الهوا يا فندم. تمام، يبقى الكلام ده انا بقوله لحضرتك من قلب واحد مصري وطني بيحب بلده وعارف تاريخها كويس جدا، واخد بالك، ويقدر اسم مصر. وعشان كده اما قعدنا شهرين بلا اجازه تقريبا بنحضر في برنامج، حطينا كل ما هو خاص وكل ما هو جاذب في المقصد السياحي المصري، ما غلطناش، وربنا سبحانه وتعالى، ماشي، يكافئ الناس. مش ممكن هتسعى للسعد ده كله الظهر ده كله وربنا مش هيكافئك، فربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بالزياره دي اللي صداها فات تصوري. الحقيقه انا لم اكن اتصور ان هذا الزخم الاعلامي الدولي المصري المحلي ما هيحصل بالشكل ده يا عادل بيه.
فالحقيقه انا مبهور وسعيد جدا 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 باللي حصل ده، وبحمد ربنا عليه، واتمنى ان جوارديولا فعلا يعمل زي ما قال. ماشي، قال لك ايه؟ اكيد اكيد هيتكلم مع اي حد يساله عن مصر بصوره ايجابيه جدا، واكيد هيستقبل زيارات من هذا النوع في شركتنا وفي بلدنا الجميله، تستحق اكثر ما هو بكثير جدا من اللي حاصل دلوقتي. والله لو 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 بمجموعه من مثل هذه المبادرات على الشخصيات العالميه، لا مصر ممكن يقدم لها خدمه هائله، لان دول كل واحد هيرجع بانطباعاته، يعني سفراء للسياحه المصريه. والله يا عدل بيه، انا لا اخفي كثيرا ان انا كمان كنت حابب اتواصل مع ناديه من فتره، لان بيتعامل كمان مع شركه عالميه مهمه جدا، مسؤوله عن كل الايفنتات الرياضيه في العالم. يعني اي ايفنت رياضي في العالم حضرتك عايز تحضره احنا نقدر نسهله لك. وكمان الشركه دي هي الشركه القائمه على كل تعاقدات ريال مدريد مثلا. يعني انت واخد وكاله ريال مدريد في التسويق لها في المنطقه. بتكلم على الشركه الاسبانيه التي تتعامل مع شركتي المصريه. يعني ليك زي قلت مش بارتنر، لكن بروتوكول مع حد هناك بيعمل لك الكلام. بروتوكول تعاون بالظبط كده، يعني مثلا عايزين مثلا نعمل معايشه مع ريال مدريد، عايزين ناخد اولادنا احنا ماشي من اكاديميات النادي الاهلي يعملوا معايشه مع اولاد ريال مدريد، ده متاح جدا ان شاء الله نقدر نعمله. طيب الانطباع بقى، الانطباع من الناحيه الانسانيه والسياحيه، وهاجل الرياضيه اخر حاجه. طيب هبدا بالانسانيه الحقيقه، لان انا لمست جدا جدا في طبيعه هذا الرجل انه انسان الى ابعد الحدود، انه حد متواضع جدا، والظاهر عدل ليه ان الانسان كلما كبرت قيمته كلما تواضع اكثر. ده سوي الانسان، خلي بالك عندما يكون الانسان سويا كلما ازدادت قيمته كلما زاد تواضعا. الله الله عليك. وكمان لمسات انت تلاحظها في تصرفاته تقول لا الراجل ده كمان ذكي جدا، ما هو الحظ مش بياكل حد غبي الحقيقه. ماشي، فالراجل ده فعلا عنده ذكاء فطري غريب، فاهم؟ فلا انا لاحظت الجانب الانساني عالي جدا عند الراجل، والحقيقه كمان لقيته على المستوى الثقافة مثقف جدا جدا. اول ما طلعنا من المطار في طريقنا للاوتيل قال لي مثلا عن التحنيط في مصر القديمه. ماشي، وكل شرح انا قدمته لجوارديولا وقصته اللي انا شرفت التعامل معاها كانوا في منتهى الانصاف ومنتهى الاستمتاع ومنتهى الانبهار بحضاره مصر التاريخية. طيب بس كلمني عن اصداء هذه الزياره، بعدين نناقش فكره هل ممكن ترجع الافلام تتصور عندنا تاني ولا لا. والله عدل لو تسمح لي انا عايز اقول لك البلد دي انا وتعالى حباها بامكانات غير طبيعيه. ماشي، اي نوع سياح ممكن تتخيله موجود في مصر، سياحه ترفيهيه، سياحه علاجيه، سياحه ثقافيه، سياحه مؤتمرات، سياحه رياضيه، وعلى مدى العام. على مدى العام، على مدى العام. ولو ما عملهاش في الاقصر واسوان هيعملها في شرم، هيعملها في مرسى علم، هيعملها في القاهره، والحمد لله بلدنا اصبحت مثال يضرب الامن والامان. فمحتاجين ايه اكثر من كده؟ بلد فيها الشمس طول العام يا عبد الله، ماشي، تستحق نظره كبيره جدا جدا من صانع القرار السياحي في العالم الحقيقه. هل كيف كان التعامل الثقافي من المصريين معاه؟ يعني تعرف السياحه دي ثقافه شعب، كل ما ازداد وعي الشعب وتعامله مع السياح بالطريقه المريحه كلما كان يعني الشعب سفيرا لبلاده ايضا. خلينا نتفق ان الشعب المصري يعني شعب خفيف الدم جدا، شعب لطيف ومهذب، ويعرف تماما كيفيه التعامل مع اي زائر او ضيف بنسميه عادل ايه قادم لبلدنا. وما تعرفش انطباع جوارديولا عن الشعب المصري كان قد ايه ايجابي، برغم حسين الدم المصري اللي ساعات بيبقى لطيف وحنين زياده عن اللزوم، يعني زي ما حضرتك بتشوف في المطار كده ساعات بيمسك لاعب معين معجب بيه ويحضنه ويقبله وهو الاخير، وده حصل ما حصلش طبعا مع جوارديولا،
ولكن الجمل اللطيفه المصريه اللي بنسمعها دايما المصريين في خلال تعليقاتهم على المباريات وكده، وهنأدى في كاس العالم للانديه وهنعمل واللي يقابله ويقول له طيب والنادي ايه؟ ها بالراحه شويه علينا، يعني خف الدم الحقيقه من الشعب المصري. والراجل ما كانش يقول حاجه، بيسكت بيسكت لان هو كمان قليل الكلام الحقيقه. يعني هو حضرتك لمست اصداء خارجيه لهذه الزياره بالقدر اللي تتوقعه، ولا كان ممكن يعني يكون الاصداء اكثر من هذا يعني؟ والحقيقه انا كنت عايز يعني اوجه السؤال ده انا لحضرتك، حضرتك استاذنا وتعلم تماما ان الزياره احدثت صدى عالمي ودولي فوق التخيل. الراجل بيتابعوه ملايين في كل انحاء العالم. انا ابهرني حجم المتابعه لكل صوره ولكل لقطه نزلها جوارديولا على صفحته او عند مانشستر سيتي، او احنا شيرناها من عندنا في مصر. بسم الله ما شاء الله، اتمنى ان فعلا اثر الزياره الايجابي كما اتخيله يعود بالنفع على مصر وعلى الشعبها. يا ترى راح المتحف الجديد الكبير ولا ما لحقش عشان لم يتم افتتاحه رسميا؟ لكن كان عوضا عنه متحف الحضاره اللي فعلا انا مش بدعو بس جوارديولا او غيره، بدعو المصريين كلهم يزوروه الحقيقه. متحف اللي هو عند مدينه الفسطاط تقريبا. يا فندم في عين الصيره. ماشي، وانبهر انبهار غير عادي فيما نسميه بصاله المومياوات الملكيه. وكان متابع يعني ايه، الناس لما بتخطط لرحله عدل بيت مش بيعملوها ما بين يوم وليله، يعني مشهد الذي ابهر العالم في نقل المومياوات مثلا من متحف التحرير لمتحف الحضاره، اتضح ان هو وصلته تابعوه تلفزيونيا، كما تابعه كمان افتتاح طريق الكباش ما بين معبدي الاقصر والكرنك، وجم سالوني على الحدثين الهامين دول. فلما دخلوا معايا صاله المومياوات في متحف الحضاره الانبهار كان انبهار عظيم، ولقيت ان حتى شكل وش الراجل اتغير. ماشي، فلقيت حاجه تدعوك للفخر كمصري قد كده، احنا بنبهر العالم قد كده، الناس حابه تيجي بلدنا. انا شفت عهد بيه ده خلال شغلي السياحه اكثر من 30 سنه، شفت ناس بتبكي قدام الاهرامات، بتبكي في صاله اعمال معبد الكرنك، بتبكي لما تشوف الالوان المبهره في مقابر وادي الملوك، بتبكي لما توصل الى اسميه دائما عجيبه الدنيا السبعه ابو سمبل. بلدنا جميله قوي. هو الحقيقه بلدنا جميله ونحن نقدم تاريخنا للعالم، نحن نقدم انفسنا ايضا. تعال بقى ننقل على الجانب الرياضي، حسيت انه هو دلوقتي هيلعب في كاس العالم للانديه، وهل وصل الى علمه ان الاهلي ايضا هيلعب هذه البطوله؟ وهل عرف حاجه عن النادي الاهلي او لمس حاجه عن النادي الاهلي؟ حينما تلعب تدورها زي ما بيقولوا يعني. يعني انا واقف مستنيين في صاله كبار الصفار مطار القاهره الدولي اثناء مكان مباراه الاهلي مع حرس الحدود. ماشي، فالراجل بيسالني الاهلي مش كده؟ قلت له الاهلي، والاهلي كان كاسب الحقيقه 3-0 في الماتش ده. ماشي، فهو لا هو يعلم تماما في امكانيه كبيره جدا ان هو ممكن يلاقي الاهلي في كاس العالم للانديه، و زي ما بقول لحضرتك كلامه قليل في المنطقه دي، مش عايز يتاخد عليه تصريح زي ما بتقول. وانا كنت حريص جدا جدا على عدم دخول خصوصياته وخصوصيات اسرته، لان ده كان اتفاقي معاهم من الاول ان لن يعلم تماما في مصر بهذه الفتره. كنت عالم عنه معايا بعد كده ابتدى هيئه السياحه، السياحه والسياحه الحقيقه تعاونوا معايا، لكن الزياره كانت في اطار سري كامل لدرجه ان يا جماعه ده جوارديولا سري ازاي؟ ماشي، ده لو حد ماشي بظهره هيعرفه. قالوا لي لا ما تقلقش، هو متعود الشكل ده، تحط كاسكيت على دماغه كده، تحط نظاره كم ماشي، وعايز يحس بشيء من الخصوصيه. هو قوي عادي حاسس ان هو جاي يستمتع هو واسرته في جو من الهدوء، بعيدا عن انسان الشامبيونز ليج والدوري والكاس الانجليزي. والحقيقه اعتقد انه وجد في احضان مصر ما بحث عنه. طبعا احنا يعني لكن ادراكنا ان هناك حقوق في هذا الامر، كنا نتمنى انه يعني يجي زياره. خلي بالك
جراديولا لعب ضد النادي الاهلي مع روما في مصر قبل كده. اكيد طبعا فاكر فانتاز. معرفش هو فاكر الماتش ده ولا لا، لان احنا كسبناه 2-1، ربما يكون عايز ينساه يعني. فاكر كويس جدا الماتش، واخد بالك؟ وممكن الحقيقه نقرر انا ليه على فكره ساعات نعمل حاجات ماشي، لحاجات تكون تبدو سهله لمن يعلم بواطن الامور فيها، يعني عارف كويس ان انا ممكن اقدم عشان اجيب مثلا ريال مدريد. ما انت بص الفرق دي كلها قعدت ليه في النادي الاهلي ولعبتوها، عملتوا نتائج مشرفه الحقيقه معاك. لا سهله جدا، وهو جه فاضل. وعلى فكره من اللطيف كمان ان هو كان بيحاول دايما يذكر لي لفظ عربي كده في كلامي معاه. اقول له ايه ده؟ بتعرف عربي؟ ادي يعني انا لعبت في دوله عربيه لمده سنه او سنتين تقريبا، مش فاكر البلد الحقيقه ايه، لكن يا يعني صلاح بيه هذه الزيارة تستحق أن تستغرق الحلقة كاملة، ولكن أتمنى أن نجاحها يعني يشجعك ويشجع زملائك في تكرارها مع مزيد من الرموز العالمية. مصر تستحق مننا كل هذا الجهد، وبنسعد أن النادي الأهلي قادر يكون جزء دايما من ثقافة هذا الشعب. الناس عارفة عنه الكثير وعارفة عن شعبيته الكثير. أشكرك على هذه المداخلة، وكنت أتمنى وقت أطول، ولكن يعني ظروف الحالة هتستدعيني أن أنا أخرج من هذا الحديث الشيق بإني أشكرك وأتمنى لك التوفيق أنت وزملائك من أجل مصر. تحت أمرك. شكرا لحضرتك، شكرا القائم على قناة النادي. شكرا يا فندم.